شيخنا استاذنك بس في مكالمه. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. رجع من الشيخ لو سمحت. الشيخ مع حضرتك على الهواء مباشره. اتفضل. طب انت صمت النهارده يوم عاشوره. يوم عاشوره، هل يصوم عاشوره؟ طب استاذنك بس يا استاذنك بس يا استاذي، توطي التلفزيون شويه بس وتسمعنا من التليفون وهنجاوب على حضرتك. اتفضل. أنا صمت النهارده يوم العاشر، هل أصوم العاشر والحداشر؟ يعني حضرتك ما صمتش امبارح؟ لا ما صمتش امبارح، صمت النهارده. تمام، يعني أنت بتسأل إن ممكن أصوم 11 ولا لأ؟ آه تمام، الشيخ هيرد على حضرتك. حاضر، الشيخ هيرد على حضرتك. نعم، يعني شكرا. حبيبنا في الله بيسأل، هو ما صمش يوم تسوع. آه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن التاسعة والعاشر. العلماء قالوا ان اللي ما صامش يوم التاسع الاصل هو صيام العاشر، ده الاصل، يعني اللي صام العاشر خلاص ادى اللي عليه، ولكن النبي حب ان يخالف اليهود فقال اصومن التاسع، وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي قال فليصم يوما قبله ويوما بعده. طالما انا ربنا وفقني وامن علي واكرمني وصمت يوم عاشوراء يبقى ممكن اصوم ال11 عشان المخالفه، مخالفه اليهود، وابقى كده عملت السنه ان شاء الله. يبقى لو ما صمتش التاسع اصوم العاشر وال11 باذن الله، وربنا يتقبل منهم صالح الاعمال.